عافي كان سكنو كان نتمنى وكان كان طلبوا من سي الحموش يعاوننا. احنا نوريكم الله يسهل عليك الدكتور تاسي، كنطلبك باش تشوف من حالتي وجهي. الله يسهل عليك، في جوج ضربات تهدى عليا. السلام عليكم دكتور تازي، كنطلبكم ترجعك تشوف من حالي وانا ما بحاليش. باش ترجع لي غير وجهي، انا دريه نقيه وكنقرا وكلشي، وجهي نقي وتخسرت هاد جوج تخسيرات، ما بغيتهمش يبقاو في وجهي. الله يسهل امرك، الرجاء فيك وفي الله. انا خدامه على والديا ودابا جلست، خاصني تنقاد وجهي عا باش نعاود نخدم. ميمكنش لي نخدم بوجهي بحال هكا، مع عمرني كنت كنظن انا وجهي غادي يوليو هكا ويوصل لهاد الدرجة، ولكن الحمد لله ما عندي ما ندير، مكتوب ربي كيتصرف. عليكم انا كنطالب من اختي ياخذوا لها حقها، حيت تشردات بزاف ووجهها مشى ليها، وهي اللي خدامه علينا وحنا مازال كنقراو. كاين انا وخويا الصغير وراه شو كتشوفوا الحاله، وجهها خسرات. السيد كان معاها، حنا كنطلبوا من المخزن ومن السي الحموشي يوقف معانا، وهادشي اللي كنقولوا. كنطالبوا منه يصايبوا لها غير وجهها، ما فهمناش. والدكتور تازي كنطلبوكم بزاف بزاف اشوف من حالنا. السلام عليكم، انا هي الام ديال بنتي شيماء. هذاك السيد هو اللي تعدى لي على بنتي وهي اللي خدامه عليا، وانا كنطلب الله والدكتور تازي يشوفني. ما بغيت حتى شي حاجه، بغيت غير بنتي وجهها يرجع لها كيكان. كنطلبو وكاع الناس كيشكروه، كنطلبو بغيت حتى شي حاجه، ما بغيتها، ما بغيت حتى شي حاجه، فلوس لا حتى شي حاجه، ما بغيت حتى حاجه، ما بغيت ما بغيتو عا الدكتور تازي. كاع الناس كيشكروه، كاع الناس كيعرفوه، بغيتو عيشو بالحاله ديالي. وبنتي هي اللي خدامه عليا، وانت كتشوف والوضعيه، انا خدامه عند الناس، عمي ناجع عند الناس. هادشي اللي كاين، غيشوف من حالي. الله يجازي بخير، الله يكثر خيره. الى عجبك الفيديو خلينا اعجاب وتعليق، دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.